ظل النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث إلى 10 سنين وهو يدعو للتوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم من continue depuis qui Allah ne l'a pris avec sa message une donne d'awa pour les temps après 10 ans. بل إلى أن توفاه الله وهو على فراش الموت كان يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك عليه الصلاة والسلام. même après ça, il continue donne l'invitation envers l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela avec le tawhid, même le son lili. Avant la mort, il peut continuer à prêcher le tawhid. قبل الهجرة ب3 سنين وبعد البعثة ب10 سنين في ليلة من الليالي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام من مكة إلى فلسطين إلى المسجد الأقصى. نعم قبل الهجرة ب3 سنين جو أفاق الرسول صلى الله عليه وسلم يجين لود بولي في هجرة 3 سنين. نعم. وبعد البعثة ب10 سنين. après qu'il gagne envoyé comme un prophète 10 ans. في ليلة من الليالي. إلى من بعد من الليل. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه البراق. البراق هذه دابة سريعة جدا. نعم. Dieu l'a mis, Jibril alayhi salatu wassalam, il vient avec Burak, un daba, un animal qui est vraiment vite. Naam. Usriya bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min Makkah ila Bayt al-Maqdis. Et là, le Nabi alayhi salatu wassalam, il gagne point depuis Makkah, il gagne en menace Bayt al-Maqdis de Palestine. Et puis, Bayt al-Maqdis ila al-Sama. Et depuis Bayt al-Maqdis, envers le ciel. وحتى صعد إلى السماء السابعة وكلمه الله سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات الخمس المفروضة أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر. Première salat que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam après qu'il tournait depuis Isra wal Mi'raj, ça veut dire première salat qu'il fait à l'oulade, c'est salat au dhuhur. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأهل مكة أنه في هذه الليلة ذهب من مكة إلى فلسطين كذبوه. Et là, il y a une retourne, il y a avec les habitants Mekka qui ont passé la nuit d'une voyage. من مكة إلى إسكان، depuis مكة، إسكان، مسجد الأقصى، يجوا تسامن زمون، تجين دمانشيري. قالوا نحن في أسرع مدة نمشي فيها شهر نمشي فيها من مكة إلى بيت المقدس. أنت في ليلة تذهب وترجع لا يمكن هذا، هذا كذب. شهر ما شهر. في شهر يذهب، ذهب في شهر وعودة في شهر. Nous prenons un mois ou pour pouvoir dire la nuit pour tourner, ne pas accepter ça. Notre esprit ne pourra pas prendre ça. Après ça, je suis d'accord, Abu Bakr. قالوا إن صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه في ليلة ذهب وعاد إلى بيت المقدس ليس إلى السماء. ما قالوا هذا؟ ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ Là, je donne que son compagnon, Abu Bakr, il dit, ou d'allons au Sahib. Il dit, nous vous dit, il a une sortie Makkah, il a le Baytul Maqdis d'un seul an et demi. كان هذا الوقت بعض الناس عندما سمع بهذا ارتد عن الإسلام نسأل العافية والسلامة. Il dit, même les gens du monde qui tirent l'islam, il y a cette personne qui est en train de s'annouver la soirée, de dire, nous rejectent l'islam. فقالوا لأبي بكر رضي الله عنه ما تقول؟ إلى من كفار قريش جاء أبو بكر كيف أنا بوجي لسا لسماته؟ قال لو قال هذا لصدق. إلى يجوز سيدي سا نبقوا عليه. أنا أصدق في خبر السماء.
avait dit moi pour quoi aller pour l'information révélation qui gagnait depuis les cieux. من هذا اليوم لقب أبو بكر رضي الله عنه بالصديق. أبو بكر الصديق هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الله هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. خليفة أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعده عمر. أبو سعيد بن عمر. ثم عثمان رضي الله عنه. عثمان. ثم علي بن أبي طالب. أبو علي رضي الله عنه. هؤلاء الخلفاء الأربع هذا ترتيبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. ترتيب الخلافة هذا هو. نعم. الجلول خلافة الإسلام. أبو بكر، عمر، عثمان، وعلي صح، صلوا كما ينبغي.